مشاهدينا، موضوع اليوم نخصصه للعلاقات الأمريكية السعودية في ظل اللقاء الذي جمع أمس الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من جدة السيد أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا بكم. يعني ما هي أهمية زيارة الرئيس أوباما إلى المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت وفي هذه الظرفية بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الملا. الرئيس الأمريكي سبق في سبتمبر الماضي التقى بالملك سلمان في واشنطن، واتفق على خطة استراتيجية لتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط. وذكر في ذلك الوقت الرئيس الأمريكي بأني سوف أزور الرياض في العام القادم لنبدأ في تفعيل هذه العملية. فطبعا هذا الاجتماع الذي حصل بينهم هو وضع الأسس لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. تحقيق السلام في الشرق الأوسط هذا يعني أولا تحقيق الأمن بالنسبة لدول مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية. الأمر الثاني طبعا إيقاف الحرب في سوريا، إيقاف الحرب في اليمن، عملية محاربة داعش ومكافحة الإرهاب، وطبعا الضغط على إيران حتى لا تقوم بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وأن لا تقوم بأعمالها المسيئة. فهذه هي تقريبا التي اتفق عليه. ونحن نعلم بأنه إذا كان هناك لقاء بين الرؤساء فمعناها أن المناقشات ستكون استراتيجية والاتفاق استراتيجي، وإذا كان الاتفاق اللقاء بين وزراء فمعناه أن اللقاء سياسي وتكتيكي، وهذا ما حصل. نعم. طيب سيدي، هل يمكن يعني لهذه الزيارة أن تساهم في تخفيف الخلافات ما بين واشنطن والرياض؟ الخلافات ما لا توجد خلافات بين واشنطن والرياض، لكن توجد اختلافات في وجهات النظر. فهذه الاختلافات لا شك هذا الاجتماع سيخفف كثير من هذه الاختلافات، لأن للمملكة العربية السعودية رؤية خاصة ودول مجلس التعاون لهم رؤية خاصة في قضية اليمن، لهم رؤية خاصة في قضية إيران، لهم رؤية خاصة في قضية سوريا تختلف عن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاجتماع هو يقرب وجهات النظر بين الاثنين، ولهذا دائما تحل الاختلافات السياسية بالأعمال الدبلوماسية وبالحوار. طيب يعني سيدي، هل ربما ممكن اعتبار زيارة أوباما للرياض هذه الزيارة هي يعني واشنطن تدرك أهمية المملكة العربية السعودية يعني في ظل اتجاه أمريكا صوب إيران في الآونة الأخيرة؟ أولا الولايات المتحدة الأمريكية الآن غيرت في استراتيجيتها، فاستراتيجيتها تقوم على أن الشرق الأوسط لم يعد في أولوياتها، أولوياتها ستكون ستتركز في العشر الأعوام القادمة على الدول المتشاطئة حول المحيط الهادي، وأيضا على آسيا الوسطى وعلى شرق آسيا، وهذا سوف يترك فراغا. والولايات المتحدة الأمريكية ترغب من المملكة العربية السعودية ملء هذا الفراغ، والمملكة العربية السعودية تقوم بملء هذا الفراغ بالتحالف مع الدول العربية والإسلامية. طيب يعني ما هي أبرز الخلافات أو الاختلافات كما ذكرتم يعني في وجهات النظر بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يتعلق بالملفات الإقليمية الشرق أوسطية، مثلا الملف اليمني والملف السوري؟ أي الملف اليمني، الولايات المتحدة الأمريكية تريد من المملكة العربية السعودية ودول التحالف أن يركزوا على طبعا القاعدة، ضرب القاعدة في اليمن. المملكة العربية السعودية تدرك حقا أن القاعدة في اليمن والمركز الآن في المكلة كل من فيها بالأسماء نعرفها، هؤلاء كانوا من المكتب السياسي التابع للرئيس علي عبد الله صالح، وهم في الأساس ليسوا إرهابيين ولكنهم يقومون بدور الإرهاب والتفجير وغير ذلك.
الأمر الثاني، المملكة العربية السعودية تريد تطبيق القرار المجلس الأمن 2216. بالنسبة لسوريا، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن لا يكون في البداية هو إقصاء بشار الأسد، لكن تحقيق حكومة وحدة وطنية لا يكون الأسد له شيء فيها، دور فيها. بالنسبة لإيران، الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن الأولوية لها هو عدم إنتاج السلاح النووي في إيران، لكن دول مجلس التعاون ترى بأن أهم شيء هو إيقاف زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وإيقاف الصراع الطائفي الذي تفجره دائما إيران، وأيضا منع إيران من التدخل في شمال الدول العربية. طيب، يعني في ظل هذه الظرفية الأمنية المتدهورة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط برأيكم، يعني كيف يمكن لواشنطن أن تساهم في تعزيز الأمن وفي هذه المنطقة، يعني وخاصة فيما يتعلق بدول الخليج؟ أحسنت، سؤال جميل. أول شيء في تعزيز الأمن هو أولا دعم دول مجلس التعاون بالأسلحة المطلوبة، ودعم دول مجلس التعاون أيضا بالمعلومات المطلوبة وتحديد الأهداف وغير ذلك. أيضا دعم دول مجلس التعاون في المجال الدبلوماسي والمجال وطبعا والمجتمع الدولي. الأمر الثالث في تحقيق السلام هو طبعا كف أي يد إيران عن هذه الأعمال التي وصفها وزير الدفاع بأنها خبيثة، الدفاع الأمريكي بأنها خبيثة، وأيضا التأجيل في عملية طبعا التضامن مع في عملية الكفاح ضد داعش وحرب داعش حتى تستقر الأوضاع، لأنه إذا استقر الشرق الأوسط فإن العالم كله سوف ينعم بالأمن والهدوء. طيب، أمس سيدي يعني شاهدنا القمة المغربية الخليجية، ما هي انعكاسات هذه القمة وهذا اللقاء على ما يحدث من أزمات في الشرق الأوسط؟ يعني هل يمكن أن تساعد في حلحلة بعض الأمور في الشرق الأوسط؟ لا شك بأن وجود طبعا ملك المغرب شريف، ملك المغرب في المملكة العربية السعودية، ووجوده أيضا في واجتماعه مع الملك سلمان وأيضا دول مجلس التعاون، هذا يحقق الاستقرار في المنطقة كاملة. أولا لابد أن ننظر نظرة استراتيجية. منذ أن تأسست إسرائيل انفصل المشرق العربي عن المغرب العربي. الآن الملك سلمان حينما راح إلى مصر وعمل طبعا أقر الجسر بين المملكة ومصر، فهذا يعني أن الإخوان في المغرب سوف يقومون بعرباتهم ويصلون إلى الحج والعمرة، وأيضا الإخوة في طبعا في المشرق العربي في دول مجلس التعاون يستطيعون أن يتحركوا بسياراتهم برا إلى المغرب العربي. فإذا معناها أن الآن أصبح هناك ترابط كبير بين هذه الدول، إذا لابد أن يكون للمغرب دور كبير، لأن المغرب هي الدولة الأهم في كامل شمال أفريقيا. فإذا وجودها خصوصا وأنها دائما تتحلى بالاعتدال وأيضا الالتزام بالقضايا العربية وأيضا تحالف استراتيجي بينها وبين المملكة العربية السعودية، ولهذا الملك سلمان قال بأن المملكة العربية السعودية تقف مع المغرب في كل قضاياها وحتى في قضية الصحراء. نعم، السيد أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات والإضاءات. كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من جدة.